بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الصف الثامن. سنتابع معا حل باقي التدريبات التابعة للمراجعة للتطبيقات اللغوية. نفتح معا صفحة 44 لنتوجه إلى التدريب الرابع. اقرأ ما يأتي ثم أجب عما يليه. اشترك في المسابقة الأدبية التي أجرتها مديرية التربية والتعليم في اللواء 19 طالباً و11 طالبة في نظم الشعر وإلقائه، وقد كرمتهم المديرة تكريماً يليق بإنجازاتهم أو بإنجازهم. هنا المطلوب حول الرقمين اللذين بين أقواس إلى كلمات ثم نعربهم. لنراجع معا بعض الشيء عن العدد. طبعا احنا نعلم او نحن نعلم بان الاعداد 1 و2 تطابق المعدود، تطابق المعدود، ماشي. اما الاعداد من 3 إلى 10 فهي تخالف المعدود. يعني 1 و2 تطابق كيف؟ اذا كان المعدود مؤنث يكون العدد مؤنث، وإذا كان المعدود مذكر يأتي العدد مذكر. أما الأعداد من 3 إلى 9 أو إلى 10 فتأتي عكس المعدود، يعني إذا المعدود مذكر يكون العدد مؤنث، وإذا المعدود مؤنث يكون العدد مذكر. فهنا الأعداد الموجودة في هذه الفقرة القصيرة هي عدد مبني على فتح الجزئين، مكون من جزئين هذا العدد. فالجزء الأول في الأعداد اللي هي من 3 إلى 10 يخالف، والجزء الثاني يطابق. أما العدد 1 اللي فيه عدد 1 و2 فهو يطابق الأول والثاني، بيكونوا زي بعض نفس المعدود. لنرى العدد الأول. اشترك في المسابقة الأدبية التي أجرتها مديرية التربية والتعليم في اللواء 19 طالباً. كيف نكتب العدد هنا؟ هنا العدد يكون 19 طالباً. لماذا كتبت 19 طالباً؟ من يقول لي؟ لأن الأعداد من 3 إلى 9 وإلى 10 تخالف، فكلمة طالباً هنا مذكرة، فأتت العدد 9 مؤنث، و10 طابق المعدود، الجزء الثاني يطابق. فهنا نقول 19، وإعرابها نقول عدد مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، تمام. ننتقل إلى العدد 11. عندنا كلمة طالبة المعدود. طالبة هنا مؤنث ولا مذكر؟ هي مؤنثة. إذن العدد 1 يكون 11. الجزء الأول والثاني يطابق المعدود. وإعراب كلمة 11 هي الواو حرف عطف، والعدد هنا عدد مبني على فتح الجزئين في محل رفع اسم معطوف على العدد السابق، اسم معطوف على العدد السابق، تمام. ننتقل إلى السؤال الثاني. استخرج من النص مفعول مطلق. المفعول المطلق هنا هو كلمة، وقد كرمتهم المديرة تكريما يليق بإنجازهم، تكريما. كلمة تكريما هنا مفعول مطلق منصوب بتنوين الفتح مؤكدا للفعل، مؤكدا للفعل. ننتقل الآن إلى التدريب الخامس. ما الصورة التي جاء عليها خبر المبتدأ؟ لنتذكر معا أيها الطلبة، ما هي صور الخبر؟ نعدد معا. نعم، أولا أن يكون اسم صريح، ممكن أن يأتي الخبر اسم صريح،
ثانياً جملة فعلية، ثالثاً جملة اسمية، ورابعاً شبه جملة، إما أن تكون من جار ومجرور أو شبه جملة ظرفية أو شبه جملة ظرفية. لنرى الجملة الأولى. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله العظيم. أين هنا الخبر؟ أين هنا الخبر؟ الخبر هنا مقدم، وهو وفوق كل ذي. كلمة فوق هنا كل هي الجملة الخبرية، وهي جملة ظرفية، وهي جملة ظرفية، خبر مقدم. تمام، اكتب. ننتقل إلى الجملة الثانية. خليج العقبة ثغر الأردن الباسع. طبعا خليج هنا هي المبتدأ، والعقبة مضاف إليه. أين الخبر؟ نعم نعم، إنها ثغر. ثغر هنا ما نوع هذا الخبر؟ اسم صريح من وإعرابه خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ننتقل إلى الجملة الثالثة. صوت الحق يعلو فوق كل صوت. أين المبتدأ هنا؟ صوته، والحق مضاف إليه. أين الخبر في هذه الجملة وما هو نوعه؟ الخبر هنا الفعل يعلو، وإعرابه يكون كالتالي: يعلو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. خبر المبتدأ. إذا نوع الخبر هنا هو جملة فعلية. اكتب معي يا تامر. نوع الخبر هنا جملة فعلية. ننتقل إلى الجملة الرابعة. جيشنا الباسل جاهزيته عالية. أين المبتدأ هنا؟ جيشنا، تمام، والباسل نعت. أين الخبر؟ الخبر موجود في جملة، في جملة جاهزيته عالية. لنعرب معا هذه الجملة. جاهزية مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهي مضاف والها ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. هذه كلمة جاهزية. وعالية هي خبر للمبتدأ الثاني، خبر للمبتدأ الثاني. يعني هون عندي جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. هذه الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول، في محل رفع خبر المبتدأ الأول. إذن ما نوع الخبر هنا؟ جملة اسمية. الخبر هنا جملة اسمية. لننتقل إلى الجملة الخامسة. العلم فوق هاماتنا فداه الغالي والنفيس. أو العلم، آسفة، العلم فوق هاماتنا فداه الغالي والنفيس. كلمة العلم هنا هي المبتدأ، والمبتدأ مرفوع على رفعه الضمة الظاهرة. أين الخبر هنا؟ ماذا خبرت عن العلم؟ بأنه عفوا فوق هاماتنا. إذن هنا
عندنا الخبر هي شبه جملة ظرفية، لأنه فوق هنا ظرف مكان منصوب وهي مضاف، وهاماتي مضاف إليه مجرور وهي مضاف، والنا ضمير متصل في محل جر بالإضافة. الجملة أو شبه الجملة المكونة من الظرف والمضاف إليه هي في محل رفع خبر المبتدأ. إذن هنا عندنا الخبر هو شبه جملة، شبه جملة ظرفية. هنا نكون قد قمنا بمراجعة أو بمراجعة أنواع الخبر وصور الخبر، ومراجعة الجزء من العدد. نأتي إلى نهاية حل تدريبات اليوم، وسنتابع أيضا باقي التدريبات في فيديو آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.